المكان سوق عشوائي بالحي محمد الدوديات بمراكش. العشوائية تطال كل شيء، انتشار مهول للأزبال وعرقلة حقيقية في الطريق. الباعة يشتغلون في ظروف غير صحية على الإطلاق. بائع السمك واللحوم والدجاج يعملون في غياب تام لقنوات الصرف الصحية. هذه مدة 13 سنة وإحنا حاطين في الشارع والطنوبيلات تستو هنا ما تلقاوش منين يدوزو هنا ما تيجي 13 سنة المرشاوات تتقات وما تتقاتش، تقات نص في نص باقي وحاطين منين داروا معنا راه سبقنا عليهم لا ما تيجي وباقي ما قاتلنا لا ماشي لا والو. تقرنا راه بينا ندخلوا حتى حنا في ديالنا يكون عندنا حتى حنا الروبيني ويكون عندنا فريكو مورانا حنا لا لابات الناس العذاب فينا بنتلج انا ما تيجي. تقرنا خويا هنا راه بينا ندخلوا محلاتنا راه الصيف والشتاء والبرد والعجاج عندنا هنايا راه هذا اللي راه تقرنا راه خلصنا ديك البركه اللي قالوا لنا خلصوا راه خلصنا ومازال ما دخلنا الحوال هذا لا اله الا الله محمد رسول الله. تجيكم بخير المسؤولين اما شوفوا من حنا راه حنا مكرفصين ومقهورين شوفوا من حنا الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين وتحنا يا وليدات الشعب وتحنا يا ولاد الشعب وبينا نعيشوا انت واحد البركه لوليدنا وهذا الشيء اللي كاين هي ظروف صحيه وامنه الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير. خدام في السوق الخير اربع سنين هادي وانا خدام معاهم ما مسجل ما والو كلشي بيدخل داخل ديال المارش انا ما عطوني والو غادي يجريو عليا نعمس ولا جراو عليا انا راه ما كاين فين نعيش باش نعيش عندي جوج ديال الاولاد وعندي امي وعندي اختي وعندي عائلتي كلها شكون اللي بيهزها خويا حنا راه 12 سنه وحنا في هذا السوق ناقصنا المبادره خلاو هذا الشيء هكا وهاد السكينه هذا مضروره 100% وليدات صغيورين تمرضوا وكاين حضرنا دار المسنين ناس كبار كلها عمرها بالزبل تنجيبوا ثلاثه سرجيل تيبقاو لنا حتى الاربعه الخمسه تيدخلوا الناس من هنا تيقول لك هي خشد العفن شحال من وحده وقفات عند جيانا قالت لك اش هاد الشهاده انا راه الشر اللي عطى الله الله يجازيكم بخير حنا راه عينا بهذا الشيء راه صبرنا ما فيه الكفايه هاد الشيء راه قهرنا وعينا كنا انا تنقعد بلاصتي حدايا بلاصتي دخلتي عليها ما دخلتي عليها حنا خلصنا درنا سلاف ودرنا قرعات باش نتفاداو هاد الشيء وخلصنا باش نوقفوا مع هاد الناس حتى هما ما داروا معنا الخير وبنا المارشي يتجمع وكل شيء يخدم هاد الشيء ما باقيش لا قرينا حنا عينا عينا بهذا الشيء وراه شي كثر علينا بزاف وراه ضاعت لينا الوقت بزاف الشتا فينا الشمس فينا العجاج فينا وحالتنا انت تشوف راه الا كنا داخلين تما كان احسن الله يجازيهم بخير اللي ما خلص يحاول يخلص والناس ديال الجمعيه يتعاونوا معنا حتى هما والناس ديال الحكومه حتى هما يتعاونوا في هذه القضيه هذه والله يجازيكم بخير حركوا معنا المشروع يتحرك شي شويه الله يجازيكم بخير 18 سنه وانا تنبيع ونشري هنايا 18 سنة من يوم المارشي ديال التلوج كنا حدا بالديور وتحولنا لهنا فين وعاودنا تحولنا ثاني عاودنا رجعنا ثاني لهنا 18 سنة تبارك الله وانا تنبيع ونشري هنايا وراه ما تستافش في الاول وحنا تقيتنا في هذا اللي حل الاخر تنطلبوا من الله التيسير حنا من الباعة القدام في هذا السوق هذا وهذا السوق طلع لنا بزاف ومخلصين حنا من الناس الاولين اللي دافعين دفعة كاملة مخلصين وتنتسناو هاد المحلات مازال ما عرفناش شنو اللي عطلوهم وحنا مكرفسين ومضرورين هنا ومن الناس القدام ديال السوق وتنطلب من الله ومن هاد الناس المسؤولين باش يجي يضربوا واحد الالتفاته لهذا السوق هذا. أناس يقبعون وسط الأزبال في انتظار متبضع الذي قد يأتي أو قد لا يأتي طيلة النهار ضايعين بزاف مكرفسين لهم ها عربي وها سيدنا بلغوا هاد الرسالة سيدنا والمكلفين ها عرسيدي ربي حنا تخرنا الله يجازيكم خير الله يجازيكم خير نربي نعطو مليون 36 في هاد المارشي اللي تبنا منين بغينا نعطوها منين ما عندنا منين مثلنا صورنا حتى فلوس المدو حنا نعم سيدي قاعدين في هاد الزبالة والمارشي ديالنا أنت تشوفو كين ولا والناس ما مخلصها التريال قاعده في الشارع وحنا اللي مخلصين رزقنا قاعدين في وسط هاد الخنز شوف هاد الخنز ياش قاعدين وقاعدين بحاجه في النداسه وفي البول وفي الويل وراه والو تنتديو التريال باقي لقينا ما نخلصو باقي باش نكملو للناس فلوسهم ما لقينا باش ناكلو وليداتنا انا دافع 140,000 ريال وراني باقي خصاتني شي بركه بتنين صوره من هنا ندفعها لهم الله يجازيكم بخير هاد الناس اللي جاوا عندنا وتفكرونا الله يجازيكم بخير حنا مضرورين بزاف 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 حنا هاد الناس اش باقي بوا عندنا خلاص حنا خلصنا حنا راه خلصنا وتنترجاو الله يدخلونا لمحلاتنا
وحنا قاعدين هنا هي واحد جوج عيالات ولا ثلاثه اللي قاعدين هنا والناس اللي خارجين برا والسوق مشتت والسوق مسخ والسوق ما فيه شي ما يدار هذا راه ما سوق ما والو رحنا مكرفسين فيه ورحنا مضرورين فيه الله يجازيكم بخير عاش الملك رحنا ما تنطلبوش حد الا الله تعالى وجلالة الملك الله يجازيكم بخير الا ما تشوفوا فينا وجه الله دخلونا المحلات رحنا مخلصين باقي بغينا نزيدوا شي حاجه قولوها لينا ونخلصوا ما نضونا نخلصوه ولكن هاد الضروره اللي دارينا بها بزاف علينا حنا انا ماشي ديك كنا في هذا المارشي هنايا 10 سنين هذا اللي تبنى دروك حولنا هنا على اساس 8 شهور حنا دابا ب 5 سنين حنا قاعدين هنا 5 سنين انت شفتي كلشي الحاله بلا ما نتكلم 5 سنين حنا قاعدين هنايا باركين لنا راه بلاتي 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 وحنا ما شي حاجه ما شفنا شي دخلونا في هادشي تاع الفلوس وهذا الشيء ديال الدفوعات راه انا من الناس اللي مدافعين 150 الف بلا كذب هذا السيد هو تنتبعوا ليه التواصل وتنتبعوا البنكه او تنتظروا الفرج هذا ما كاين حنا تنتظروا الفرج يكون انت راه المين اللي تنزولوا تاع تاع الشبت راه لا اله الا الله تحت ما تيدخل عندنا شيء الشارع راه هو مره تجي حمله على مره في العام ولا مره في عامين تيدخلوا مع النهار ولا يومين تدوز هذيك الحمله تيعاودوا يخرجوا راه الشارع مكرفسين الساكنه ولا الناس اللي تيزاولوا الباعه راه مكرفسين وشي موت طفيلين راه ما عرف منين جايين بعاد راه قاعدين في الشوارع راه مكرفسين الناس ديال السوق مكرفسين الساكنه بالنسبه لي انا كنبيع الملابس الملابس حصل فيها واحد الملابس المستعمله حصل واحد الارتفاع في الغلاء ديال كي كاع ارتفعت الاسعار ما بقيش قدرنا نشريو السلعه واللي كان داكشي باش كنبدا نبيعوها اكثر من باش خصنا نخلصوها ما باقي لقينا باش نعديو الواجب وماشي غير انايا راه كاع الناس كتعاني لا بالنسبه للخضار ولا بائع الاسماك ولا الدجاج ولا هادشي راه معروف الله يجزيكم بخير حنا دروك كنطالبوا من المسؤولين جميع المسؤولين باش يديروا لنا شي حل يكون عاجل راه 5 سنين دابا حنايا وحنا كنعانيو الله يجزيكم بخير حنا كنطلبوا الناس وكنعاودوا نكرروا الله يجزيكم بخير شوفوا لنا شي حل المجلس البلدي يقدر يتكفل يدير شي تنسيق هو والمقاول ويكمل لنا المقاول المشروع والناس يديروا الواجب ديك الساعه اللي عليهم راه غادي يعطيو اطاري لطاري ولا شي حاجه المهم هما راه عارفين اش يديروا اللي هما مسؤولين. هذه العشوائيه تتواجد امام الساكنه وبجانبات سوق الخير الذي لم يكتب له ان يفتح بعد منذ سنوات قضت. ولجن هذا السوق اشغال ورش البناء متوقفه الدكاكين منتصبه كانها اطلال. فما هي الاسباب الحقيقيه وراء توقيف اشغال البناء؟ داكشي باش كنا تنطالبوا دارت معنا مبادره وطنيه عاونتنا دارت البنيه التحتيه بالنسبه للتغطيه ديال السوق المرافق ولكن هاد المحلات ما كانوش غادي يكونوا طالبنا بهم تعطاتنا الموافقه باش نعاونوا روسنا حنا بدينا درنا واحد الكونت في البنكه والناس بدات تتخلص اللي قدر على شي حاجه تيديها بالنسبه لهذاك الثمن اللي تفرض علينا هو 11800 درهم المحل بالجليس ديالو بالحديد بالبريك يعني وصلنا دابا حتى لهذ المرحله دابا السيد المقاول اللي يعني تيشرف على المشروع بغى الفلوس عليه الكريدي قال لك خصني تدخلوا لعندي وحنا كان سبق لنا ملي كنا تنطلبوا بهذا المشروع كنا حنا 400 براكه عندنا كانوا عطاونا في السوق 400 ولكن كانوا ناس باعه في الشارع وكانوا في فتره في السوق تحت البرارك في البيبان وخالقين لنا مشاكل قلنا لهم نهار بغيت يعني تدخلونا خصكم تضيفوا معنا هذوك الناس ولات غادي تكون في هذا السوق 832 محل دابا اللي غادي تصوب ان شاء الله ولكن واحد اللائحه تنطلبوا بها ديال هذه الباعه اللي غادي تضافوا عندنا قابضين عندنا في قسم المبادره في الولايه يعني تيغربلوا فيها واش كاين هذا ولا ما كاين وكان سبق لنا حنا ديناهم للمجلس بحضور السلطه شافتهم عيناتهم هاد الناس هاد الباعه اللي غير مستفيدين كانوا شافوهم كل اسبوع تنديو 45 واحد تعينوهم واش كاين هذا ولا ما كاين دازت هاد القضيه مشات يعني اللائحه عند الناس الولايه بقات تما دابا تنطلبوا بها كل اسبوع تيقولوا لنا راه دابا نعطيكم دابا كذا فين بقى المشكل ما عرفت المقاول تيغوت من جيب غير الفلوس وهذيك اللائحه بغات تدعم المشروع 75% ولا 80% اضافتنا على الناس اللي خلصوا الناس مالين البراك اللي خلصوا تيغوتوا عندنا قال لك خصنا ندخلوا للسوق وحنا 5 سنين هذه
4 سنين قبلت المشروع ديال المبادره الوطنيه، زائد دابا عام قبلت هذا المشرف هذا الاطلسي اللي تيصرف على هذا المشروع ديال المحلات، عام هي 5 سنين هاد الناس طابوا. كاين اللي مشى دابا مسكين تيدور، والناس خالقين المشكل مع السكان، والشارع عامر المامر ديما مقفول مسدود، اللي بغا يدوز ما تيلقى منين، والعفن والوسخ على برا ما كاين لا ما لا يديك لا يخليك، والناس راه مضروره بزاف. لا حنا ولا حتى الناس الزاب ولا تيجي تيتقدى عندنا راه مضرور. النهار الاول حنا السيد المقاول دار فينا الثقه وثقنا فيه وعطينا حنا المشروع وتنخرجوا ليه الدفعات، مره 20 مليون، مره 30 مليون، مره 40، مره 10 مليون، حتى وصلنا مع هذا المبلغ 190 مليون، وباقي جاد واحد 10 في البنكه. ولهذا تنطلبوا من الباعه ديالنا الله يهديهم باش حتى هما ينوضوا يجمعوا راسهم، الناس اللي بقاو ما خلصوش يمشيو يخلصوا. السلطه تيخصها تعاون معنا، تعاون معنا في هذا المشكل. الا ما عاونتنا السلطه على هذه القضيه غادي تبقى هكا. الوضعيه ديال السوق راه مزريه، والتاخير راه كاين، وحنا نطلب واحد باختصار ديال الكلام، حنا نطلب واحد اللي عندنا، تنتمناو الناس المسؤولين اللي يسمعوه، اللي هو بغينا المجلس يتولى هذا المشروع هذا. هما اللي عندهم الميزانيه وعندهم المسائل وعندهم الاليات، والناس راه ما غاديش يديو لهم ديالهم، الناس راه غادي هما يتابعوا الكرا، هما يبنيو الناس السوق بهذه الكلمه، يبنيو السوق ويخدموا هذا العام، يبنيو ويتولوا ويجروا المقاول اللي عندهم، يجروا المقاول ويتفاهموا معاه، هو يبني السوق يكمل السوق هما بطريقتهم الخاصه. وحنا الناس راه ما غاديش يضيعوهم في ريال بيض. القرعه جيتي بدي القرعه، القرعه إيه اشنو خلصتي ما خلصتي تتخلص وجدتي القرعه صافي باش المشروع ينوض، لانه هذا الشيء راه الا قعدنا هكا راه سير واحد 20 عام السي بن عيوش، ما كاينش المزاح، راه عام تيجرك العام. حنا بغينا المجلس، الناس المجلس، انه المجلس اللي فات راه مشى، راه ما كاين والو، ضيعنا بالدرجه الاولى، قاعد بينا واخا دابا ندير دابا ندير وما كاين حتى حاجه السي بن عيوش. حملنا اسئله الباعه واتجهنا نحو المجلس البلديه. هناك كان لنا لقاء مع النائب الثالث لعمدة مراكش عبد العزيز بوسعيد. اولا تنشكر جائدة الخبير على هذه الاستضافه هذه وعلى الاهتمام ديالها بهذا المجال اللي عندي التفويض في التدبير ديالو. واليوم حنايا تناقشوا واحد الموضوع اللي تيهم سوق الخير، سوق الخير بمنطقه الدوزيات. هذا السوق اللي عرف سنين هذه هو تيتجرجر بهذا المعنى هذا، بان واحد منذ 2004 تقريبا، من بعد جات اعاده التهيئه ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا المشروع هذا اللي استمر اليوم 5 سنين، دابا في السنه الخامسه احنا الان، ومازال ما استفدوش منه التجار، بمعنى مازال ما خرج الحيز الوجود بشكل نهائي اللي يمكن يخفف من العبء ديال هذاك المحيط السوق، بما فيه لا الطريق، لا الناس اللي تيزو على الطريق، لا الساكنه اللي تيعانيو مع ستاسيونمون، لا ديك الطيارات اللي بيع بهذاك الشكل ديالها، اللي التجار اللي كاينين تما محيطين بالسوق اللي عندهم محلات ديالهم كذلك تيعانيو. كيف قلت دا مجهود، ولكن المجهود مازال ما عطاش النتائج ديالو، كاين بعض المشاكل. اصلا المشروع بالنسبه للتهيئه ديالو على مستوى المبادره الوطنيه راه انتهى، داك الشيء اللي يمكن يتدافع، ولكن التجار كان لهم راي اخر، كان الراي الاخر بانه هما ما بغاوش هذيك البلاتفورم، بمعنى كيف تنهضروا حنا ارضيه، كانوا طمحوا انهم بغاو يديروا دي بوكس ولا دي بوتيك صغار، هذيك الارضيه بغاو يبنيوها، بمعنى هذيك الارضيه بغاو يبنيوها. تم الاتفاق، كان واحد الصراع على بلاغه الى علمنا اللي حنا مدبرين جداد، ولكن ملي تبعنا الموضوع قلنا كان واحد الصراع ما بين الجمعيات، من بعد اتحدوا في واحد الاتحاد تاع واحد الفيدراليه اللي فيها 15 عضو، كل جمعيه دارت 5 الاعضاء منها، واتفقوا على اساس يشرعوا في عمليه البناء. اتفاق ما بينهم ما بين التجار، العمليه تكلف اليوم واحد 11800 درهم، جابوا مقاول اونكاجاو معاه، تصاوب البلان جديد، تفيزا هذاك البلان الجديد، العمليه انطلقت. الان بان واحد 500 حانوت الان راه مبنيه، ما مفينياش، ولكن في الواقع مبنيه من اصل 832 محل اللي كاينه في هذاك السوق. غادي نرجعوا لي طونش من بعد، كاين 832، واحد 500 راه واقفه، بمعنى مبنيه ما مفينياش. الاشكال اللي تطرح هو هاد الناس هادو اللي مستافدين، اللي هو الشطر الاول فيه واحد 400 اللي عندهم شواهد اداريه تاعت الاستفاده، وبناء على هذوك الشواهد الاداريه تيمشيو تيفيرسيو في واحد الكونت اللي دايرينو هاد الجهات الجمعيه بيناتهم. واحد المجموعه الناس داو هذوك
هذاك الرقم اللي هو 11800 درهم. كاينه مجموعه اخرى اللي بدات ولكن مازال ما كملاتش، كاين واحد المجموعه اللي ما اداتش بحكم انها ما عندهاش او لا ما يمكن ما تيقاش، يمكن كل واحد والمبررات ديالو. وكاين الناس اللي ما عندهمش فعلا، كاين الناس اللي ما عندهمش. هنا المقاول ما بقيش لقى باش يكمل، المقاول بدا تيحبس، ماشي غادي نقول بانه حبس ولكن بدا تيحبس، بدات الاشغال غاديه بشكل بطيء حتى ان يمكن نقولوا غادي يبغى توقف مستقبلا، غادي توقف في القريب العاجل الا ما كانش تحرك في هذا الباب. التحرك بالنسبه لنا حنا هو الجمعيه، هذه الجمعيه هذه خصها تلقى حلول مع هاد الناس اللي مونكاجيه معاهم باش يخلصوا. إلا ما كانش الخلاص 100% على الأقل الناس تعبى على حسن النية ديالها وتعطي شي شوية. تنظن راه وصلت شي حلول أخرى مع واحد ربما واحد البنكة ولا جوج بنكة اللي ولات تعطيهم كيدي بناء على هذوك الشواهد، تعطيهم هذاك الكيدي باش يخلصوا المقاول. ما عرفتش بالضبط شحال واحد اللي غادي يكون استفاد من هذا الكيدي، ولكن كاين هذا الحل هذا اللي وصلت ليه الجمعية مع واحد البنك معين والامور غاديه. كيف قلت كاين 400، كاين واحد الشطر الثاني اللي فيه شي، دابا السوق كله هو فيه 832، كاين 400 عندها شواهد اداريه، 186 خلصت 100%، 47 دفعات ومازال ما كملاتش، شي 160 تبقى من اصل 400، هذيك مازال ما عطات والو. كاين الشطر الثاني اللي باقي اللوائح يلاه تتنقح، وربما في هذا الاسبوع هذا وربما هي البارح، بان كانت اللائحه نهائيه خضعت للبحث، خرجوا فيها شي ناس اللي كيف تنقول فاش السلطه هي تقوم بهذا العمل، تيكون واحد البحث فيما يخص هذوك المستفيدين واش فعلا محتاجين او لا ما محتاجينش. هذا البحث تيتبنى على اساس اللي يكون شي واحد عنده لا سينيسيس او لا شي واحد عنده شي ريجيستر دو كوميرس او لا شي باتونت في شي محل اخر ولا كذا. هذا البحث هذا خرج فعلا واحد الرقم اللي ماشي كبير بزاف ولكن رقم معين تاع شي ناس اللي مستفيدين، ربما هذوك السلطه هي اللي غادي تحسن فيهم بهذا البحث هذا، غادي تحيدوا من اللوائح. تبقى اللائحه الان غتكون في واحد، ما عنديش الرقم بالضبط ولكن واحد 390 380 غتكون هو الشطر الثاني. غادي يبقاو محلات اخرين، هذوك غادي يبقاو الجماعه غادي لهم السمساره او لا شوف من بعد غادي نشوفوا الجماعه القرارات المجلس شنو اللي غادي يكون فيهم. اليوم تنهضوا على واحد 800 محل، بمعنى تنهضوا على واحد بوست تاع الضو، تنهضوا على البرونشمون، كنهضوا على بزاف الحاجيات اليوم اللي غادي يخصونا. حنا هذا الشيء كجماعه واخدينهم بعين الاعتبار، عارفين السوق ملي ينطلق راه غادي خصنا هذا الشيء وغادي نبرمجوه وغادي نوجدوه وغادي نكونوا موجودين. فقط خص هاد الناس الجمعيات حتى هما يكونوا موجودين، هذا المشروع هما اللي فكروا فيه وهما اللي غادي ينجحوه، هما اللي تعهدوا به بانهم غادي ينجحوه، وبالتالي فالجمعيات هما اللي غادي ينجحوه. وإذا ما كانوش الجمعيات قادرين باش ينجحوه هذا إشكال آخر. هذا اشكال اللي ربما غادي يزيد يعطل ذاك المشروع اكثر. وحنا كجماعه حنا اللي غادي نكونوا متضررين. باش متضررين؟ لان غادي نخليو هذيك العشوائيه، غادي نساهموا في هذيك العشوائيه باش تكون، وغادي نخليو هذيك الحاله السيئه، وغادي نخليو هذوك الناس قاعدين في الشمس تمايا وفي الشتاء عليهم والشمس عليهم، وقاعدين في الزبل وقاعدين في الطريق حابسينها ومتضررين معاهم سكان اخرين. للاسف للاسف انا بدوري كمسؤول وكمدبر في هذا القطاع هذا تنتاسف على هذا الشيء هذا الا ما نجحش، ولكن غادي نعاونوا، ما غاديش نخليو هذا الشيء يفشل. غادي نجمعوا دوك الجمعيات وغادي نصالحوهم وغادي نحطوهم وغادي نحطو هذوك التجار حتى يمشي هذا الشيء ويخرج الحيز الوجود وفي احسن حل ان شاء الله. ولكن اسواق اللي مشات مزيان مثلا نعطيو المثال بسوق العزوزيه، لانهم اخذوا النموذج من سوق العزوزيه. سوق العزوزيه اليوم 600 محل تبارك الله، كلها تبنات كلها مزيانه كلها تداوى لها البيبان كلها كانت ناجحه 100% اليوم سوق العزوزيه تيبان بانه ناجح. نتمنوا ان سوق الخير كذلك التجار ديالو ينوضوا يتعاونوا مع بعضياتهم ويتعزموا ويقلبوا على الكيديات حتى ينجحوا المشروع كيف بغاو يشوفوه هما وكيف بغينا نشوفوا حنا لا كمسؤولين ولا كساكنه تاع مدينه مراكش. حنا راه ساكنه مدينه مراكش ملي تنشوفوا شي حاجه اللي ما هي هذيك شاطر ضربنا في خطرنا. لممنا اوراقنا وعدنا ادراجنا من حيث اتينا لتبقى الاسئله مطروحه دون اجوبه مقنعه وحلول فعليه. من المسؤول عن هذه العشوائية التي طالت الحي لسنوات؟ ما ذنب الباعة في هذه المأساة؟ وما ذنب الساكن في هذا الذي يقع بين هذا وذاك؟